بتاع الاسئله يعني مع اختلاف التعبير صربنا الاسئله، بس هل اي حد يوم القيامه هيجاوب؟ لا مش اي حد، اللي ذاكر في الدنيا، اللي ذاكر اللي هو ايه، اتقى الله، خاف من الله، عبد الله، لم يترك الصلاه، وصل الرحم، ادى الزكاه، لو عنده فريضه الحج يستطيع اقام بكل الواجبات، ده يثبت يوم القيامه. طب اللي ما ذاكرش والعياذ بالله اللهم ارجعنا منهم. فمن ضمن الاحاديث حديث رواه لنا الترمذي بسند صحيح عن ابي برزة الاسلمي قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا كده، من ضمن الاسئله، لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع. عدوا معي عن ايه؟ عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن جسده فيما ابلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. نقول الأربعة تانية دعوها هانم كده نحفظ مع بعض. بص يا فندم، العمر، الجسم، العلم، المال. دي بتاع أبي برزة في الحديث الترمذي بسند صحيح. في روايات تانية ضعفها بعضهم برضو أو غيرهم، روايات تانية النبي أقسم قال والذي نفس محمد بيده، وحط عليهم حاجه كمان، قال ايه؟ قال وعن شبابه فيما افناه. بقى الشباب له سؤال. وفيه مره تانية في حد في روايه تانية قال ايه؟ قال وعن حبنا اهل البيت، عن حبنا اهل البيت. وفي روايه غير كده كمان النبي قال ايه؟ وعن ماله من اين اتى به، واين وضعه، وفيما انفذه. يعني جاب المال في بعض الروايات سؤالين الف وب، وبعض الروايات جابت ثلاثة. المهم ان المال السؤال بتاعه يوم القيامة سؤال مركب، سؤال صعب. تيجي بقى نفسر كده، عن عمره فيما افناه، عمرك عشت كام سنة، عملت فيهم ايه، هل قضيتهم اكل ونوم اخد بلوم والموضوع انتهى؟ لا، كل دقيقة هتحسأل. ولذلك ما من يوم يطلع صبحه الا وينادي على ابن ادم، اليوم يتكلم بلسان حاله ويقول ايه، دعاء هانم، أنا يوم جديد، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يعني الثلاث بيكرر، الأربع بيكرر، ده تكرار اسم فقط، لكن الثانية اللي فاتت لا تعوض. يبقى أنا عن عمره فيما أفنى، كل لحظة في عمرك هتسأل عنها، ضيعتها فيما يغضب الله أم فيما يرضي الله؟ الجماعة اللي قاعدين يقولوا إيه؟ أما نضيع وقت، لا، اقرأ في المصحف، أم صدر ركعتين، أيوة. صل الرحم، مش كله. طب الجسم، الجسم ده عن جسمه فيما أبلاه، الجسم اللي هي الصحة، العافية، وديتها في المعاصي والذنوب وما يغضب الله، ولا استعملتها في الطاعة، استعملتها في ظلم العباد، ولا استخدمت صحتك وعافيتك وصحتك في رفع المظالم، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. حط تحتها بقى الجماعة اللي بيشربوا خمرة، حط تحتها الجماعه المدخنين، حط تحتها الجماعه بتوع اصحاب المزاج الافيون والحشيش، ما هو دول بيدمروا في ايه؟ من باب ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، ومن باب ولا تقتلوا انفسكم، ادي معنى، وعن جسمه فيما ابلاه. الثالثه وعن علمه ماذا عمل به، سواء علم دنيا او علم دين، العلم اللي انت اتعلمته عملت به ايه؟ العلم فيه مشكلتين، اما ان انت عالم غير عالم ودي مصيبه، وإما إن أنت عندك علم ولا تعمل به فكده المصيبة أكبر. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن أبشع المواقف لازم أقولها، أبشع المناظر يوم القيامة، منظر بشع يوم القيامة للجماعة اللي بيأمروا الناس بالبر وما بيعملوش هم. عارفة الحديث شبههم بيها يا فندم؟ أنا مش عايز أقولها بصراحة، أقول لأن أنا خايف منها، أنا شخصيا خايف منها. النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يعلم الناس الخير ويفعل هو الشر بالحمار. تصوري، قال إيه بقى؟ قال يرون الناس، يرون معلم الناس الخير يوم القيامة الذي لا يعمل، وقد دلقت أو قد سقطت أمعاؤه من دبره، أقتابه، الأمعاء، المصارين اللي في بطنه، سامحوني، خرجت من دبره، من فتحة الشرج بكل بساطة، كل أمعاءه بتاعت بطنه خارجة. والنبي بيقول ايه؟ ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة. انت واخده بالك من المنظر بشع ازاي؟ شوف انت حضرتك عامله ازاي؟ منظر بشع. فالناس يقول الله، مش ده الشيخ فلان، مش لازم شيخ بقى، مش ده الدكتور فلان، مش ده المهندس فلان، ما هو مش لازم اللي بيعلم الناس لازم يكون علم ديني، اي علم بقى، دين او دنيا. مش انت كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم،
كنت آمركم بالخير وأنهاكم عن المنكر ولكن للأسف كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه.